مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم نوعين سلطه. النوعين يعتبروا سلطه دافيه او سلطه مش ساقعه، سلطه فيها حاجات او انجريدينتس دافيه. تعالوا نبتدي باول واحده، هعمل لكم سلطه البطاطس المحمره اللي بالبيف بيكن. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه انا عندي 3 كوبايات بطاطس مبشوره ومحمرينها، عندي ملح بحر، فلفل اسود، خس افرنجي، اوراق خس مختلفه، زيت زيتون، كوبايه بصل احمر شرايح، 8 شرايح بيف بيكن بالدهن بتاعته، 3 معالق كبار خل بلسمك. طيب وعندي كمان شويه بقدونس للوش. طيب تعالوا اول حاجه هنبتدي فيها زي ما قلت لكم البطاطس اوريدي احنا محمرينها، ممكن طبعا نحمرها باي شكل تحبوه، بس بيبقى شكلها حلو جدا في السلطه دي لما بتتعمل بالطريقه دي. ببشرها وبحمرها في زيت زيتون في زيت غزير. دلوقتي انا حطيت معلقه زيت زيتون وهنزل على طول فيها البيف بيكن، اديله تحميره. ازود نقطه كمان زيت زيتون عشان كمان هحمر معاها البصل بعد كده. ريحه البيف بيكن لما بيتحمر بجد من الحاجات اللي بتفرق قوي قوي في طعم اي تتبيله، في طعم اي سلطه. الريحه المدخنه دي بتبقى حلوه قوي، بالذات كمان لما هنعملها دلوقتي مع البطاطس المحمره مع السلطه والتتبيله بتاعه السلطه. كل الاطعمه دي او كل الفايبر دي هتخش مع بعض ان شاء الله هتعجبكم. طبعا نقدر كمان نزود لو تحبوا اي انواع مكسرات على وش السلطه، ممكن نزود انواع فاكهه لو تحبوا. يعني السلطه دي من انواع السلطه الدافيه وتسمح بفليفرز اكتر. ممكن كمان نعمل البطاطس دي ما تبقاش محمره، ممكن نعملها بيكت في الفرن وبعد كده تطلع من الفرن نحط عليها الدريسنج، بتبقى حلوه جدا جدا برده مع البيكن. بعد ما احمر البيكن كويس قوي 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 هحمر كمان عليه البصل. انا مش هحط له ملح طبعا لانه بيبقى مملح، هزود له بس فلفل اسود دلوقتي. كده تقريبا البيكن بتاعي جاهز واتحمر ولونه بقى حلو جدا. ممكن ازود عليه دلوقتي البصل، هدي البصل تقريبا معاه. انا مش عايزه البصل ني، انا عايزه البصل شويه داخل في استوى عشان مش عايزاه يعض قوي في السلطه مع البيكن والبطاطس. فهنسوي البصل شويه صغيرين كمان مع البيكن وبعدين هنحط السلطه على بعض. تعالوا مع البصل يجهز نبتدي نجهز بقيه السلطه. هجيب طبق التقديم هحط فيه زي ما قلت لكم، لو تقدروا نجيب انواع او الوان مختلفه من الخس بيبقى شكله حلو قوي قوي في السلطه دي. هحط الخس بتاعي، هحط شويه كمان كابوتشا، ندي تقريبا كمان اخر تقريبا. البصل ابتدى ينزل الميه بتاعته، ابتدى يخش في السوا، والميه بتاعته طبعا هتدي صوص حلو قوي 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 يكمل سوا البيكن والبصل مع بعض. وبعدين دلوقتي ممكن ازود البطاطس اللي احنا حمرناها زي ما قلت لكم، بشرتها وحمرتها. نحط شويه من البيكن ونكمل البطاطس. انا كده البيكن بتاعي والبصل جاهزين، تعالوا نطلعهم في طبق يبردوا شويه قبل ما نزودهم على السلطه. طيب احنا زي ما قلت لكم حطينا البطاطس، حطينا الخس الملون، هنحط دلوقتي شويه ملح بحر خفيف لان البيكن طبعا بتاعنا فيه نسبه ملوحه عاليه. هجيب زيت زيتون
وهحط معلقتين زيت زيتون كبار تقريبا، هحط عليهم الخل البلسمك، وهدوبهم مع بعض كويس واحطهم على السلطه. هو ده الدريسنج بتاعنا. هزود شويه فوق البطاطس الاول. دلوقتي هننزل البيكن بالبصل، هنحط بقية البطاطس، وبعدين هحط بقية الدريسنج عليها وشوية بقدونس أو كزبرة خضراء، أي حاجة خضراء عندكم هتبقى على الوش لذيذة جدا. وبكده السلطة بتاعتنا تكون خلصت. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل الطبق التاني، خليكم معانا. ورجعنا لكم من الفاصل. تعالوا نعمل سلطه ثانيه برضو، سلطه ورم سالاد او سلطه دافيه، وهعمل لكم سلطه بالسجق والبيف بيكن. تعالوا اوريكم قادرنا ايه ونبتدي فيها على طول. اول حاجه انا عندي برضو خس، انا عندي النهارده جايبه لكم خس هندي، ممكن طبعا اي نوع خس افيلبل. عندي 8 معالق زيت زيتون للتتبيله، 3 معالق خل ابيض، معلقه مستارده، ملح بحر وفلفل اسود. بقيه المقادير عندي شويه شرايح بيف بيكن، عندي كوبايه سجق بلدي، عندي 2 بيض مسلوق، وعندي بصل اخضر للوش، وشويه كمان من بصل اخضر عشان احمره مع البيكن والسجق. تعالوا نحمر الاول برضو البيكن والسجق مع بعض. هحط شويه زيت زيتون، هنزل السجق اول حاجه. اول ما زيت الزيتون يسخن جامد قوي هحط السجق عشان انا عايزاه ياخد لون على طول ما ينزلش ميته، فلازم زيت الزيتون يسخن قوي قوي. ممكن دلوقتي ننزل كمان البيف بيكن جنب السجق يحمر. طبعا زي ما قلت لكم الفكره في السلطه الشويه دافيه او السلطه اللي هي ما بتبقاش ساقعه، ان الصوص بتاعها لما بينزل على الانجريدينتس او مقاديرنا اللي هي اوريدي بتبقى سخنه شويه بيغير تماما طعم الصوص بتاعها. فعشان كده عايزاكم تجربوا تعملوا موضوع السلطات اللي بيبقى فيها انجريدينتس دافيه او انجريدينتس على النار. ممكن دلوقتي احط شويه فلفل اسود، مش هحط ملح برضو لان طبعا البيكن والسجق الاثنين فيهم ملح. هحط معلقه كبيره فلفل اسود. دلوقتي ممكن ننزل كمان البصل الاخضر، واول ما هيبتدي يدبل او يطرى هنشيل اللحمه بتاعتنا من على النار. تعالوا على ما يجهزوا نعمل مع بعض دريسنج. زي ما قلت لكم عندنا زيت زيتون، عندنا معلقه كبيره خل مستردة انا اسفه، معلقه كبيره خل كمان، وبرده نفس القصه هقلب الدريسنج بتاعنا كويس، مش هزوده ملح، ممكن ازوده نقطه صغيره فلفل. يبقى الدريسنج بتاعنا جاهز. نقدر نستخدم برضو اي نوع خل يعجبنا او نحب طعمه مع اللحوم. هجيب طبق التقديم التاني، وزي ما قلت لكم نقدر نستخدم اي نوع خس يعجبنا، وانا ما بحبش الخس اقطعه صغير عشان طعمه وشكله بيختلف وبيدبل، فهسيبه بحجمه كده. كمان الخضار اللحوم بتاعتي خلاص استوت، والبصل كمان
تعالوا نشيله من النار نفضيهم في حاجة يبردوا بس ثانية واحدة وهننزلهم على السلطة. أنا مش عايزاهم يبردوا جامد بس عايزاهم ينزلوا الزيوت اللي فيهم وبعدين هزودهم وهم دافين. دلوقتي كمان هزود البيض المسلوق هحط اللحوم بتاعتي هزود بقية البيض هحط كمان دلوقتي الدريسنج عليهم وهم دافيين كده هيفرق قوي في الطعم. واخر حاجه هي البصل كمان بقيه البصل الاخضر عدينه هحطها على الوش وكده السلطه بتاعتنا كمان الثانيه تكون جهزت. عملت لكم النهارده سلطه البطاطس المحمره اللي بالبيكن وعملت لكم كمان سلطه السجق اللي بالبيكن. طبعا عايزاكم تجربوا الاثنين وتقولوا عيوبهم فيهم ايه واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعمولون.